الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات، تؤثنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات، تؤثنا الأهواء لكن. السلام عليكم الإخوان، كيف راكم؟ كل شيء مزيان؟ كيف شفتوا في الحلقة اللي قبل من هذه؟ أول ما حطيت العش الأخ عادل باش يصيب لي الموديل اللي غادي ندير العشاش نتاع بابا غوات الآرا، دروكا إن شاء الله غادي كي حطيت هذاك عند عادل، دابا غادي ديريكت إن شاء الله غادي نستقبل كوبلان نتاع بابا غا الآرا وحدة أخرى من غير اللي جبنا. حنا كنا جبنا في الحلقات القدام كوبلان ديال بابا غا الآرا، وباقي إن شاء الله كاينين مفاجآت، واليوم جايب لكم واحد الكوبلة روعة بالباسبور ديالها بالخاتم ديالها، ناضية تقريبا مدرسية، شي حاجة زوينة روعة. أنا غادي نمشي إخوان إن شاء الله ناخذ هذيك الكوبلة نجيبها، وأول ما غادي نوصل للدار إن شاء الله غادي نوريها لكم، هي والكوبلة القديمة اللي كاينة عندنا، زائد الكوبلات نتاع الكاسكو اللي جبنا جداد. وتحياتي لكم الإخوان، وإن شاء الله راه غادي يكون مفاجآت روعة إن شاء الله في المحمية الجديدة، انتظروها ان شاء الله بحول الله. تحياتي لكم، الله يعاونكم، تبعوا معايا فاش نوصل للدار ونجيب الكوبلات، راه غادي نوريهم لكم تشوفوا ما شاء الله لي طاي، وتشوفوا الفورما ديالهم وتشوفوهم كيفاش دايرين، شي حاجه روعه ما شاء الله. وخصوصا هذه الكوبلات نتاع اليوم سلعت الدار، يعني مولاها كان مهلي فيها وباينه الطاليه ديالتها، نفس المواصفات نتاع الجوليه اللي كاينه عندي، بحال الجوليه هاد الجويجه اللي جايين دابا، هانتوما غتشوفوا معايا. أنا الإخوان وأخيرا وصلنا للمحمية، ماكس وجوليا هما اللهم بارك، الكوبلة اللي كنا خديناها هي شوكي شتات القفص، ولكن ماشي القفص ديالها هذا إن شاء الله، راه باتمشي للمحمية. الكوبلة اللي خدينا اللهم اللي كانت عندنا اللهم بارك، وها هي الكوبلة الجديدة يلاه وصلت الإخوان، غادي نديرها في هذاك القفص مؤقت بين ما نتيوها للمحمية. كوبلة باقية ما شاء الله نتاع الأرارونا، بالوريقات ديالها ما شاء الله ناضية بالباك ديالها بكل شيء، وبياسات ما شاء الله انتم شوفوا معايا، هاهم اللهم بارك، شتوما الاخوان؟ اول ما نهبط القفص غادي نديرهم في القفص ونوريهم لكم الاخوان. هذه كوبلة جديدة مباقية بالوريقات نتاعها ما شاء الله، كارنيات ديالها، ها ماكس، ها جوليا، ها الكوبلة الاخرى، وان شاء الله المحمية راه غادي تكون في المستوى الاخوان. تحياتي، نهبطوا لتحت دابا غادي نديرهم هادو لتحت، نديرهم في القفص تاعهم. تحياتي انا الاخوان، اللهم بارك، الكوبلة تاع الكابوني هادي لارا، هادي الكوبلة تاع الكابوني الاخرى باتاغوني واكولي تاعهم اللهم بارك ما شاء الله، والكوبلة الجديدة اللي خديناها هي اخوة اللهم بارك، سمعوا الصوت ديالها مجهدة مجهدة على جوليا وماكس، سمعوا الغوته كي دايره الاخوان، ها هما جاوا فهاد اللعيبه تاعت الكلاب، جاوا في سلام الحمد لله، الماكله ديالهم ما هي الماء ديالهم ما هو، ومتيسعى عليهم قد القفص، شوفوا الحجم ديالها بحالها بحال القفص، يعني غير هي قايمه بالدور تاع القفص، تحط لهم الماكله والشراب ويسافروا فين ما بغيتي، باديه هي مزيانه، شوفوا الحجم قدا قد القفص، شوفوا الحجم تاع السيباري كي تيبان قدام هذا، وشوفوا كي تيبان قدامها، اللهم بارك. يلا الاخوان، نتمنى حلقه اليوم تكون عجبتكم، تسناوني ان شاء الله في حلقات جداد غادي يكونوا مواضيع في مستوى. السلام عليكم ورحمه الله. الارض ميدان نسير به لنيل الامنيات، ورحله فيها نجاهد كي نرى معنى الحياه، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات، تؤثنا الاهواء لكن نسال الله الثبات. الارض ميدان نسير به لنيل الامنيات، ورحله فيها نجاهد كي نرى معنى الحياه، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات، لكن نسأل الله ثبات. إنا هنا في الأرض نجمع للمنى أجرا وزاد، فعمرنا زرع سنقطف
نقف جنيه يوم الحصاد، وسوف نبقى نبذل الأنفاس في نيل المراد، وحلمنا المأمول جنات لنا عند المعاد. إنا هنا في الأرض نجمع للمنى أجرا وزاد، فعمرنا زرع سنقطف جنيه يوم الحصاد، وسوف نبقى نبذل الأنفاس في نيل المراد، وحلمنا المأمول جنات لنا عند المعاد. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات، تؤثنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى